قبل ما اروح لملف الدوري، لان احنا هنتكلم بقى عن اولى المباريات الخاصه، وهي طبعا الاسماعيلي، وحاجه برضو بدايه يعني تقيله. خليني اروح لاخر نقطه، وفكره هنا برضو الحديث يعني عن التبديلات اللي حصلت بالامس اللي البعض انتقدها. يعني هل برضو احنا نرجع نقول ان في بعض الاخطاء الصغيره هي اللي بتحملنا النتيجه في الاخر؟ يعني انا طرحت ده يمكن في اول الحلقه، وفكرة التبديل، تأخير تبديل لاعب معين، تبديله بلاعب تاني مفروض ما يطلعش، يعني حاجات زي كده بتشوفها ازاي؟ هو ده برضك يرجع للأول والآخر زي ما قلت حضرتك للمدير الفني. هو اللي حاسس بمستوى اللعيبة بتاعته، هو اللعيبة بتتمرن معاه، هو اللي قادر يحكم على النازل قبل ما ينزل، عارف ان هو هيقوم له بالدور اللي هو طالبه منه ولا لا. انا دلوقتي لما بعمل تغيير عندي هدفين، الهدف الأول انا بغير في شكل الفرقة، ولا الهدف بتاعي ان انا مثلا بدعم مثلا بدعم او حد تعب مثلا. في فرق يعني بين الاثنين، انا مثلا بعمل التغيير اضطراري او بعمل تغيير لتغيير شكل الفرقه او الشكل الخططي. انا عاوز اهاجم، عاوز ادافع. فبالحته دي بيبدا المدير الفني هو عاوز يعمل ايه، فمش هنقدر نحكم لان هو اللي هو يعني احنا مش بنحكم، احنا بنحاول نحلل. يعني على سبيل المثال لو حضرتك ذكرت دلوقتي التعب، ما محمد هاني امبارح كان باين عليه التعب جدا يعني مثلا، وانا شايف ان اكرم كان افضل لاعب في المباراه، دي حقيقه جدا لما نزل يعني الوضع اختلف. وليد سليمان برضك تغيره يعني برضك، وليد بقاله مده يعني ما كانش بيلعب وكده، لكن هو ممكن يكون حاطه علشان يعني قائد في الملعب، ممكن يكون عنده هدف تاني احنا مش واخدين بالنا منه بالظبط، عشان كده احنا بنفتح التساؤلات. لكن في الاول والاخر مش هو ده اداء النادي الاهلي اللي احنا كنا نتمناه، او هو ده اداء النادي الاهلي اللي احنا يعني بدايه بالنسبه لنا. زي ما حضرتك قلت كده ال 11 يعني الستارت يعني ما كانش بنفس القوه اللي احنا ايه متوقعينها، مع منافس برضك مش قوي يعني منافس مش قوي. فيعني اتمنى ان مستر موسيماني يركز مع الفرقه اكتر من كده، اتمنى ان هو يكون في الملعب اكتر من خارج الملعب. يعني مهم جدا ان مستر موسيماني في الفتره اللي جايه بالذات يكون تركيزه اعلى من كده، لان ده النادي الاهلي وانت ماسك نادي كبير، نادي القرن الافريقي، محتاجه منك تركيزك يكون اعلى، مهتم جدا ان انت تدي دوافع للعيبه، تركيزك يكون داخل الملعب اكتر من خارج الملعب. كويس، انا حاسس ان هو تركيزه الفتره اللي فاتت كان خارج الملعب اكتر. دي نقطه يعني، او ده تصريح بقى من كابتن ياسر. اتمنى ان هو يركز داخل الملعب الفتره اللي جايه. عندنا رئيس نادي اصلا يعني نجم كوره، حاجه جامده جدا بصراحه مع الفريق في كل كابتن سيد عبد الحفيظ يعني حدث ولا حرج، من افضل مديرين كوره على مستوى افريقيا. كابتن سامي ومصان كلهم بصراحه، كابتن سامي من الناس الجامده. فالجهاز المعاون والاجواء في النادي الاهلي ساعد اي مدير فني انه ينجح. فاتمنى من مستر موسيماني ان هو يعني يمسك في فرصه ان هو موجود في النادي الاهلي، بيعمل تاريخ لنفسه كويس جدا. وجوده في النادي الاهلي ده اضافه لاي مدير فني في العالم، انه يجي النادي الاهلي ده اضافه. وعلى كل حال احنا يعني برضو مش هنقدر نروح مع الموجة اللي هي مثلا لاعب او مدير فني يكسب بطولة فالراجل ده كويس وبنحبه، حصل دروب في حتة ان احنا نقلب، لا يعني احنا مش عايزين نروح اكيد مع هذه احنا الموجة. احنا بنتكلم فنيا في أيوة. طبعا برافو عليك. لا نتفق مع حضرتك، بس في الاول في الاخر يعني احنا منتظرين ان شاء الله من موسيماني لسه كتير، ومن اللعيبه بتاعنا، لان هي يعني واجهين لعمله واحده، ما نقدرش نتكلم عن كلنا في مركب واحده. ايوه كلنا في مركب واحده، جهاز فني واداره ولعيبه، كلنا في مكان واحد. بنتمنى من اللعيبه برضك ان هي انتوا بتمثلوا النادي الاهلي يكون عندكم الدوافع والحافز اعلى من كده، بنتمنى الاداء يعني يكون افضل من كده المباراه اللي جايه، وان شاء الله انا متوقع ان احنا هنكسب بنتيجة كويسة جدا. هو تمني مشروع جدا بصراحة، نرجع لمستوانا تاني.